حتى لعله يصبح فيقول رأيت كذا وكذا. متى هذا؟ في أي ليلة؟ في ليلة القدر. في أي ليلة؟ في ليلة القدر. لها خصوصية نزول الشياطين على ولي الضلالة وإمام الضلالة، لها خصوصية في هذه الليلة. ما هي الخصوصية؟ أنهم يأتوه بالإفك والكذب الذي يترتب عليه أنه يصدق، ولعله ننتظر في أي ليلة من ليلة القدر، في أي ليلة، في سنة من، في أي سنة من السنين، في أي ليلة من ليلة القدر، في أي سنة من السنين، دائما نتوقع في ليلة القدر يوجد صيحة لإمام ضلالة. التفتوا جيدا، هذه من الدلالات والشواهد على صيحة الضلالة وصيحة الباطل في ليلة القدر. هذا الصائح من المغرب، هذا الصائح من الأرض، هذا الصائح من السماء بصوت إبليس. هذه الصيحة كما هي هنا أيضا نتوقع صيحة من إمام الهدى، صيحة من إمام الصلاح، صيحة من إمام الهداية. لاحظ، يوجد صيحة من السماء في ليلة القدر، وصيحة من الأرض ومن إبليس أيضا في ليلة القدر. فنكون إن شاء الله من أصحاب ليلة القدر، ومن يحيي ليلة القدر، ومن يتبرك ويتشرف ويكتب من أصحاب الإمام سلام الله، ومن أنصار الإمام والثبات والثابت على النصرة في ليلة القدر. ولا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول: خلق الله أو قيض الله عز وجل من الشياطين. أنا لا أخفي عليكم الآن، يعني ترددت في الكلام، يعني أكاد أن أبكي لفرحي لتفضل الله علي سبحانه وتعالى بهذه المعلومة، معلومة الصيحة، والتي الآن وردت في خاطري ببركة وجودكم. والآن أتى في بالي، يعني من نعم الله علي أني يعني كم قرأت عن إمام سلام الله عليه، لكني لم أجد ممن يأتي بهذه الرواية أو بمثل هذه الرواية ويستدل بها على صيحة إبليس في ليلة القدر. فهذه إن شاء الله ببركة هذا المكان، بركة هذا الدرس الذي نحن فيه. يقول: خلق الله وقيض الله عز وجل من الشياطين بعددهم، أي بعدد الملائكة يتهبط على ولي الأمر، ثم زاروا ولي الضلالة فأتوه بالإفك والكذب حتى لعله يصيح فيقول رأيت كذا وكذا. فلو سئل ولي الأمر، أو هو لو سأل ولي الأمر، فلو سئل ولي الأمر عن ذلك، لو سئل الإمام عن هذا أو عن ذلك، لقال الإمام يجيب هذا، يقول لإمام الضلالة، لقال رأيت شيطانا. لاحظ، رأيت رؤيا، الكلام نحن في شاهد الرؤيا البصرية والكلام بالمشافهة. يقول لقال رأيت شيطانا أخبرك بكذا وكذا حتى يفسر له تفسيرا ويعلمه أو يعلمه الضلال التي هو عليها.